يدور الآن أو إشاع أن الفنان طلال مداح الآن لديه مشاريع تجارية، فما أدري ما هو ردك على باب الله. هو صحيح في احتمال أنه نعمل مؤسسة للإنتاج الفني، طبعا إذاعة التلفزيون مؤسسة، ربما مع سامي إحسان، يعني شراكة بينك وبين سامي إحسان فقط، ما في واحد ثالث؟ الله يحيي من حب.